بعد إقرار مجلس النواب تشريعاً قد يحظر تطبيق تيك توك، تتجه الأنظار الآن إلى مجلس الشيوخ حيث يرجح أن يواجه معركة شاقة. فزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قال إن المجلس سيراجع التشريع، لكنه لم يلتزم بطرحه. ورغم أن البيت الأبيض حث المجلس على اتخاذ إجراء سريع بشأن التشريع، فإن السيناتور الجمهوري راند بول قد يصد أي محاولة للتسريع لأنه يعتبر ذلك غير دستوري. كذلك عارض الديمقراطيون في مجلس الشيوخ مشروع القانون علناً بسبب مخاوف تتعلق بحرية التعبير، واقترحوا إجراءات لمعالجة مخاوف التأثير الأجنبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون استهداف تيك توك تحديداً. في المقابل أيد رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور مارك وارنر وكبير الجمهوريين فيها السيناتور ماركو روبيو التشريع، واصفين تيك توك بقوة هائلة للتأثير وتقسيم الأمريكيين. ننتقل الآن إلى بكين لنعرف الوضع هناك. نحن الآن أمام مقر شركة بايدانس المالكة لتطبيق تيك توك هنا في بكين. تيك توك يواجه حظراً مرتقباً في الولايات المتحدة، المنطقة الأكثر نشاطاً على التطبيق بسبب اتهامات بالتجسس على مؤسسات أمريكية وأيضاً استغلال بيانات المستخدمين. تيك توك كرر نفيه لجميع الاتهامات، نفى بشكل قاطع مشاركة معلومات المستخدمين مع الحكومة الصينية. ورغم ذلك مشروع قرار الكونغرس بحظر التطبيق يجبر الشركة بايدانس هنا التخلي عن ملكيتها لتيك توك في غضون 6 أشهر أو القبول بحظرها في الولايات المتحدة وخسارة أكثر من 170 مليون مشترك أمريكي. ردت الشركة نافية ارتباطها ببكين بمعنى أن جميع بيانات المستخدم مخزنة بشكل آمن في سنغافورة والولايات المتحدة وإيرلندا، ليس في الصين. غير أن قادة الشركة أكدوا أن تيك توك يستعمل وحدة منفصلة عن شركة بايدانس هنا لحفظ معلومات المستخدمين في أمريكا.